هاليومين الصحف والحسابات الرياضية ما عندها حديث غير سالفة القضية بين لاعب الاتحاد عبد الرزاق حمد الله ونادي النصر، وأخبار عن طلب أحد الأطراف التسوية ورفض الطرف الثاني. الطرف الثاني رافض، عاد ما نعرف. شوف أنا سمعت عن الخبر، لكن كيف تتوقع صراحة نهاية القضية هذه؟ شوف هو الموضوع صراحة كبير، يعني الموضوع أكبر مني ومنك، يعني إحنا ما نقدر نتكلم فيه صراحة. والله أنا ما نقدر نتكلم فيه، موضوع أشوف إنه كبير، لكن اللي له حق دائما عند الله سبحانه وتعالى ما يضيع. اللي له حق ما يضيع. نهاية المطاف بنشوف، إحنا ما نقدر نحكم لك ونقول لك واو واو، إحنا ما ندري عن كل شيء، يعني ممكن نقول كلام إحنا ما ندري عن الصحيح. فهمت؟ ما عندك مصادر؟ لا لا ما لا لا ما حصرية ما عندي مصادر رسمية، ما عندي أي مصادر. داخل لك بأسلوب ليس كل ما يعلم يقال. بالضبط بالضبط. لكن عند الله. لا لا صحيح، لا لا والله، يعني في نهاية المطاف اللي لحق ما راح يضيع عند الله سبحانه وتعالى.